شفت البارح كل شيء شفت كل كل شيء. شنو كيس كيس باسي كره بالشرطة، هي 6 ولا 7 كره فواتير كبار، يقول لك لابسين كماماتك الشرطة، لابسين كمامة هكا باينة كان عينيهم، ومعاهم كاميون جيش من تعرف من هكا لهك معبي، ودخلوا لهنا على الباب، كسروا الباب بسلوه، سلوه مذاك جوه في الفيراندا، كسروا به الباب، ضربوا هاجر ضربوه، وجهه مشى بالدم، والذري دخلوا لهم هما راكدين كل واحد في فرشه، هزوهم هكاكا كيما هما راكدين مساكين عريا، حتى حوايج مش ملبسين، باش هزوهم يهز وعبي في الكهرب، هز وعبي في الكهرب، وصلوا بهم لمركز الشرطه لهنا، قتلوهم ساعه خيل، قتلوه بالطريح قاعد الدم يجري في الوطا، وهزوهم شو القصري. تعرف علاش؟ ما نعرفش علاش، مش مكان هما، راه ثم ناس اخرين، ثم ناس اخرين، ثم ولاد اخرين زادوا هزوهم من هنا، من الحومه من هنا، ما نعرفش وري، ثم ولاد اخرين. حسين تضربوه حسين فسخوه بدو. وقتاش البوبي جا لنا؟ ايش احنا ما ترك عليه احنا راكدين وقطع البيع، ونحن كسر حسين تاع راح من هنا، وربي كسر سلوم وفسقوه وفرد كسر من ربع. وقتاش؟ كسر تاع لي. وبعد شنو؟ تعليم. حمود شنو؟ حمود راكد، ودو حمود قدام عليه باش يضربوه صوته، قال لك سب زيت عيرو فين، احنا مسبيني باش عيني انا مسبيني. وخالد شنو؟ وحسين سبتي اي قلت له حسين، قال له وجع حسين عنده، قلت له لو وجع لي وين حسين، وين حسين. والله المعطيات اللي عندي هو وقعت مداهمة لمنزلهم في تالا البارح على الساعة متأخرة جدا من الليل، تقريبا 3 متاع صباح، أعوان الأمن عبثوا بالمنزل كما حبوا وشتاو، استباحوا حرمة ذلك المنزل، استباحوا حرمة النسوة الموجودات في ذلك المنزل، قاموا بإيقاف عشوائي لثلاثة إخوة الموجودين غادي دون احترام لا الموجبات القانونية حدث ولا حرج، ولكن دون احترام كذلك الحالة المزرية متاع أبوهم والدهم شيخ مسن مريض، دون احترام كذلك ل يعني حتى الوقت المتأخر من الليل اللي ما تليقش فيه تلك المداهمات. الأساس يقولوا أنه شبهة تتعلق بهم في الاعتداء على مقر الأمن، مركز الأمن الوطني بتالا، واللي يبدو لي ما نتصورش، ما نسبقوش الأحداث، ما نتصورش يرتكبوها ثلاثة، وحتى إذا كان واحد فيهم يعني شي يحب يقول هذه، يحب يقول أنه فما خلفية سيئة وسيئة بل مقيتة لإيقاف الإخوة العمري، إخوة الشهيد محمد العمري شهيد تالا الله يرحمه. والخلفيه هذه علاش نقول مقيته، لانه مش فقط ذكرنا بالايقافات العشوائيه نتاع العهد البائد واللي مازالت مستشريه اليوم، بل ووتيرتها زادت تفاعلت وتصعدت اكثر من مما يحتمل، ولكن كذلك نعتقد بان الايقاف بالطريقه هذه في تلك الظروف والملابسات لا يحيلني الا على الكلمه الشهيره اللي ديما نقولها، الثوره بدات تاكل في ابنائها. ولاد الثورة اليوم ماشيين كل حطب، مطيشين في الحبوسات، مطيشين في مراكز الاعتقال، في المخافر، في غياهب النسيان، التعذيب قاعد يتمارس عليهم، الهرس قاعد تتمارس عليهم، ضغوطات من كافة الأشكال. على كل حال أتمنى أن تحترم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، وأن تنتبه إلى مثل هذه الخروقات والتجاوزات، وأن توقف يعني هذا النزيف حالا ودون أدنى تأخير. نحن اتصلنا بها من اليوم الصباح النيابة العمومية بداية القصرين، وقلنا لها تقريبا لكافة الأسباب إيقاف عصام العمري وشقيقيه كانت مبنية على ربما وشاية وربما معلومة أو تقرير شفاهي، وعلى كل حالات هي مبنية على أمور غير مؤسسة وغير ثابتة، وعلى ذلك الأساس أنه حتى التحقيق معاهم أو بحثهم همش فوق البحث، همش فوق القانون، همش فوق مؤسسة قضائية بتاع الدولة ومساعدي النيابة العمومية، ولكن فما إجراءات إذا كان تجاوزناها فإننا بذلك نتجاوز القانون، فإننا بذلك نشرع لمنطق الغاب ولمنطق الاستبداد المقنن والممنهج والمؤسس، وهذا خطير وأحذر منه.